السلام عليكم. انطلقت اليوم في العاصمة النيجيرية نيامي أشغال الاجتماع الوزاري التاسع لدول جوار ليبيا لبحث آخر التطورات في البلاد والجهود المبذولة وطنيا وإقليميا ودوليا من أجل تسوية الأزمة الليبية سياسيا. ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من النيجر وليبيا ومصر وتونس وتشاد والسودان، إضافة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا جاكاوا كيكوتي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في الاجتماع تداعيات الأزمة في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. في سياق متصل، أكد الوزير النيجيري المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجيريين بالخارج إبراهيم يعقوبو، أكد أهمية تعزيز التعاون بين دول الجوار في حل الأزمة الليبية. وقال يعقوب إن دول الجوار الليبي هي الأكثر تأثرا بالوضع في ليبيا، وبالتالي تقع عليها مسؤولية إنجاح مسار الحل السياسي للأزمة الليبية حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وشدد الوزير النيجيري على ضرورة إيجاد توافق وطني شامل في ليبيا ودعم حكومة الوفاق الوطني بما يساهم في إنجاح مسار الحل السياسي في البلاد. هذا وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار الليبي والاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية وتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. وأضاف كوبلر أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية، قائلا إن الاتفاق السياسي هو السبيل الوحيد لحلها ولا بديل عنه. وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى أن هناك ثلاثة مشاكل في ليبيا يجب معالجتها بشكل عاجل، وهي محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة حسب تعبيره. نناقش هذا الخبر وأبعاده مع ضيوفنا عبر سكايب من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم، وعبر الهاتف من طرابلس الباحث في الشأن السياسي والقانوني محمود إسماعيل، وعبر الهاتف من تونس الخبير الجيوستراتيجي غازي معلا. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك سيد مفتاح لملوم. برأيك ما أهمية هذا الاجتماع بالنسبة لليبيا وهو يعقد للمرة التاسعة؟ تحياتي لك خالد وضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة ليبيا الأحرار. نعم. في واقع الأمر احنا فوجئنا بهذا الدعوة لهذا الاجتماع، وربما هذه الدعوة جاءت ربما من أناس يريدوا أن يغيروا مسار ما يجري في ليبيا الآن. هناك من يشعر الآن أنه في ليبيا ربما قد يخسر الكثير، لأن ما نراه الآن في ليبيا بعد عملية البنيان المرصوص وربما نهاية هذه القضية الشائكة التي أشارت بال العالم مدة طويلة قاربت على الانتهاء، وبالتالي أفرزت كثير من المعطيات الجديدة التي أرغبت الكثيرين على ربما يعيدوا حساباتهم في كثير من الأشياء. نحن نعرف أن الجارة الجنوبية تشاد يعني تتدخل بشكل سافر في الشؤون الليبية، سواء من تزويدها بالمرتزقة إلى الحد أنها أصبحت تزود حفتر أو من جاءوا للمنشآت النفطية والموانئ النفطية يضمون جزء من الحرس الرئاسي التشادي، وهذه تدخل سافر يعني لا أعتقد أن هناك مبرر على الإطلاق ولا يمكن أن يغفر وينسى للتشاديين. إلى جانب نحن نعرف الشقيقة مصر لا زالت إلى حد الآن تتآمر مع ليبيا ولا زالت تدفع بالقوة لأن يكون حفتر جزء من الحل في ليبيا. طيب، وفق هذه المعطيات التي تطرحها الآن سيد لملوم، برأيك ما أهمية هذا الاجتماع بالنسبة للأزمة الليبية؟ ربما هذا أهمية الاجتماع بالنسبة للأزمة الليبية مثل ما قلت، بعد نتائج معركة سرت وحرب على داعش ونهاية داعش، هناك من يريد ربما أن يغير نوع من تكتيكاته، لأنه لا أعتقد بإمكانهم أن يستمروا في نفس التكتيكات الأولى لأنها أصبحت الآن يعني بشكل أوضح. سيد لملوم، حتى نشرك بقية ضيوفنا في النقاش، التغيير برأيك في أي اتجاه؟ التغيير في اتجاه محاولة أن يفرضوا أنفسهم بشكل آخر غير الشكل الذي فرضوا به أنفسهم، وأعتقد أن فرنسا هي بالدرجة الأساسية من وراء هذا الاجتماع. طيب، يعني تقول محاولة استعادة نفوذ قد تخسره بعض هذه الدول، يعني إجمالا ترى بأن هناك نوايا قد تكون غير حسنة وراء هذا الاجتماع.
واضح، وضحت فكرتك تماما. اسمح لي ان انتقل بها الى السيد غازي معلى. السيد معلى، يعني السيد لملوم قد يرى بان هذا الاجتماع قد لا يعطي قيمه مضافه للاوضاع في ليبيا او لجهود حل الازمه في ليبيا بقدر ما يعطي ربما قيمه مضافه لبعض دول الجوار التي لها مصالح خاصه قد لا تتوافق مع جهود ترسيخ حل سلمي للازمه في ليبيا. كيف تقيم وجهه النظر هذه؟ اعتقد انه وجهه النظر فيها كثير من الصحه ومن الجديه، لكن ليست بهذه الدقه، لانه اعتقد انه دول الجوار ما زالت مواقفها متضاربه في كثير منها حول كيفيه ايجاد حل سلمي للملف الليبي. اعتقد الصراع ما زال على اشد ما بين مصر والجزائر، اولا ما بين تشاد وعدد الدول الاخرى، الموقف التشادي والموقف المصري في واد، الموقف الجزائري في واد اخر، الموقف التونسي مثلا، الموقف السوداني، كل هذه مواقف متضاربه وانها مواقف لها اجندات مختلفه تماما. اعتقد انه هذا الاجتماع سيكون على شكل اجتماعات اخرى، اجتماعات صوريه، اجتماعات لها صبغه دبلوماسيه انشائيه في الاخير في بياناتها، لكن ما دام لم يجتمع الفرقاء، يعني كل فريق على الفريق الخصم له على انفراد، ويكون هناك نقاش جدي حول كيفيه الوصول لمشاكلهم الخاصه بهم. اقصد هنا مثلا، اعطي مثال مثلا، يعني لو لم يجلس المصريون مع الجزائريون ويتفاهمون حول ما هي الخطوط التي يمكن الاتفاق عليها، ما هي خطوط التماس، ما هي وجهات النظر بيناتهم، اعتقد كل هذه الاجتماعات الجماعيه التي يكون فيها حفظ خطابات وحفظ كلمات ود وحفظ كلمات حسن النوايا، هذه لا تنفع ولا تقدم شيء جديد. لم يكن هناك اجتماعات طيب واضح جانبيه واضح، وصلت فكرتك تماما سيد معلى، ابقى معي سأعود إليك، ولكن قبل ذلك سأذهب إلى السيد محمود إسماعيل في ذات السياق، بما أن ضيفينا تقريبا متقاربان في وجهتي نظر بشأن الاجتماع وأهميته بالنسبة للأوضاع في ليبيا. سيد إسماعيل، يعني برأيك هل يأتي هذا الاجتماع كما طرح ضيفينا بحثا عن نوع من الترسيخ النفوذ في الداخل الليبي، أم أنه ربما تحشيدا لجهود دعم الحل السياسي الحل السلمي في ليبيا، كما تقريبا توافقت كل الكلمات التي صدرت من الحاضرين في الاجتماع؟ مع عدم تغييب نظرية المؤامرة بكل تأكيد، ولكن إمكانية يقال بأن هذه الاجتماعات يجب وإن عقدت يجب أن توظف لصالح الدولة الليبية، كيف حضر وما هي البنود وما هي الآليات وماذا تم في إطار النقاش، هل يعاد أو يراد مباشرة من دول الجوار؟ نعتقد أن هذا الاجتماع سينصب بالتأكيد على نقطة هامة وهامة جدا، ألا وهي الهجرة غير الشرعية بالمطلق، خاصة وأن الهجرة غير الشرعية باعتبار أن الدول أو الدول التي هي تأتي منها هذه الهجرات تأتي أساسا من معظم الدول الأفريقية ومن المحيط الموجود بليبيا. لا شك أن الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني هام للدول الأوروبية وهام لليبيا وهام أيضا لهذه الدول المحيطة بليبيا. من الناحية الثانية يجب أن يشار إلى أين سيتجه هذه الاجتماعات ولماذا سيحاك فيها. جيد أن يكون هناك اجتماع، وجيد أن تأتي لهذه الدول أيضا مطالب رسمية من ليبيا من أجل العمل على أن يتم إرجاع الأموال الليبية المجمدة أو المنهوبة فيها، وأن يتم التعامل مع العناصر الجريمة غير المنظمة والمنظمة والذين يمارسون أعمال إرهابية أو غير إرهابية أو شبه إرهابية من خلال دولهم، وتصل أضرارها المباشرة وغير المباشرة إلى الأرض الليبية من خلال أعمال تمارس على أراضيهم، سواء كان من الناحية المالية أو المخدرات أو من الناحية الجريمة المنظمة التي تصل إلى ليبيا. نعم. وأيضا من الناحية الثالثة الجريمة السياسية المنظمة التي يحاول بعض بقايا حلول النظام الماضي كما هو الحال من الموجودين في مصر وموجودين طيب في النيجر وتشاد، أيضا منع الدول هذه الدول من أن تكون ممر آمن من أجل إلحاق الأداء بليبيا كما حصل الآن في ما يتعلق طيب واضح العدل والمساواة وغيرها، كل ذلك مدعاة إلى نقاشه وأن يكون واضح تماما. سيد إسماعيل،
نعم. سيد مفتاح لملوم، يعني برأيك أيا كانت الدوافع وراء عقد هذا الاجتماع، كيف يمكن توظيف هذا الاجتماع لصالح جهود حل الأزمة سلميا في ليبيا؟ هو الآن ربما يعني الأساس هو تركيز على حل الأزمة سلميا في نفس الوقت لإشراك حفتر في المستقبل، في مستقبل أي حكومة. وربما هناك من يدفع الآن بشكل حثيث، سواء كان ذلك من كوبلر أو ربما حتى هناك بعض المرات التي شبه أسقط فيها السيد السراج أو حكومة المجلس الرئاسي على أن حفتر يجب أن يكون له دور. المسألة الآن عندما نرى أن هناك انشقاقات على الصعيد حلفاء حفتر في غربي ليبيا وخروج تنتوش من المشهد، ومن وربما حفتر الآن يسعى حتى لاغتياله وتصفيته، وبالتالي حفتر إلى جانب أن حلفاء حفتر في غرب ليبيا الكثير منهم الآن قد انفصل عن الحياة السياسية بالكامل ليستمتع بما جمع من أموال في من ليبيا، وأغلبهم يعيشون خارج ليبيا المقاتلين بالذات. وبرضه ومكانة حفتر الآن في اللعبة السياسية أصبحت تضعف وتضمئن إلى حد كبير. هؤلاء الفرقاء الذين اجتمعوا، لا أقول كلهم ولكن البعض منهم، يسعى إلى أن يطرح مبادرات جديدة بما يفيد على أن حفتر يجب أن يكون من جزء من الحل، وربما يعني يدفعون بقوة في ذلك الاتجاه اعتبار. طيب هذه اعتبارات تقريبا واضحة سيد لملوم. نعم. لكن على اعتبار أن المجلس الرئاسي الآن حاضر في الاجتماع ممثلا لليبيا، وهو نتاج للاتفاق السياسي الذي يعتبر الحل السلمي للأزمة الليبية على الأقل في الوقت الحالي، برأيك كيف يمكن للمجلس الرئاسي استثمار هذا الاجتماع لدفع جهود السلام وترسيخ الاستقرار في ليبيا، أم أن هذا غير ممكن؟ نحن الآن رأينا إيماءات من المجلس الرئاسي، وهناك نوع من التوجه الذي أصبح يعني يظهر العيان بشكل واضح الآن، المجلس الرئاسي قابل لأن يشرك حفتر في اللعبة السياسية، وأن المجلس الرئاسي إلى حد الآن رغم الفشل الذي مني به خلال الأشهر السبعة الماضية إلا أنه يرى أنه لا حل أمامه إلا أن يقبل حفتر. هذا حل يراه المجلس الرئاسي من خلال ضعفه وعدم قدرته على التحرك وعدم قدرته على اتخاذ القرار. طيب. وعدم قدرته على تنفيذه، وبالتالي يريدون الطريق الأسلم إلى أن نحفظ ماء وجههم. حتى الآن أصبحت كل الأصابع تشير على أن السراج وحكومة السراج والمجلس الرئاسي قد فشل، وأنه أصبح مطالبا من الكثير الذين كانوا قد وقفوا معه في البداية أن يرحل عن. طيب واضح. نعم. سيد معلل، المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر وجه دعوة للاتحاد الأفريقي للعب دور فاعل في حل الأزمة الليبية، برأيك ما مدى قدرة الاتحاد الأفريقي على تلبية أو تنفيذ هذه الدعوة؟ يعني هل يملك الاتحاد الأفريقي الأدوات التي تمكنه متى توفرت الإرادة من لعب دور فاعل في اتجاه ترسيخ الاستقرار والسلام في ليبيا؟ أعتقد أن هذه الدعوة هي دعوة دبلوماسية أكثر منها دعوة جدية، لكن أنا أعتقد وأنا أعلم أنه الاتحاد الأفريقي وخاصة بعض الدول الأفريقية الفاعلة في هذا المنتظم لها الرغبة في إيجاد حل في المسألة الليبية، لكن الحقيقة أنها لا تمتلك الأدوات الأساسية أو الضرورية لإيجاد حل، لأنه عديد من هذه الدول الأفريقية لها ارتباطات ببعض بالنظام السابق في بعض منها، ولا البعض الآخر له بعد جغرافي وسياسي وإقليمي على المنطقة وعلى الأجواء في ليبيا، لكن هذه ممكن تكون محاولة نظرا لأنه بعض الدول الأفريقية وخاصة أقصد جنوب أفريقيا والرئيس جاكوب زوما قد حاول سابقا أن يكون له خلال السنوات الأخيرة له دور في الملف الليبي. أعتقد الآن يحاول محاولة أخيرة بتجميع علاقاته الأفريقية والعلاقات العربية والعلاقات الدولية لجمع الفرقاء الليبيين حول طاولة نقاش جديدة ممكن أن تكون هي الحل الجديد، لكن هذه تبقى مجرد محاولات مجرد أمنيات. أعتقد أنه اللاعبين الإقليميين الجديين هم اللاعبين الأكثر تأثيرا في الملف الليبي، وأنا أقصد دول الخليج، مصر، تونس، الجزائر وأحيانا التشاد. هذه الدول ضد أن يكون لهم اتفاق جدي ومصارحة، وهنا ألوم المجلس الرئاسي ومن وزير المجلس الرئاسي في هذا الاجتماع أنه ليست
عنده الجرأة بأن يطارح هذه الدول بمدى تدخلها في الملف الليبي ومدى إحراجها لهذا الملف الرئاسي بإيجاد حل على الأرض. أعتقد لابد من المفارحة، لابد من المكاشفة، لابد من كشف الأوراق أن هناك بعض الدول تتدخل بطريقة فجة، بطريقة طيب واضح بطريقة واضح. اسمح لي أيضا سيد معلا أن أذهب للسيد إسماعيل في سياق الدعوات التي صدرت عن المشاركين في المؤتمر. الوزير الجزائري عبد القادر مساهل قال بأنه لا حل للأزمة الليبية إلا سلميا وبدون أي تدخل خارجي. برأيك تأكيدات الوزير الجزائري على عدم قبول أي نوع من التدخل الخارجي في المسألة الليبية، كيف يمكن الموازنة ما بين مطالبة دول الجوار بأن يكون لها دور فاعل في حل الأزمة في ليبيا ومن ثم التأكيد على عدم قبول التدخل الخارجي في الشأن الليبي؟ ما السبيل لتحقيق مقاربة تحقق هذين المتناقضين؟ بكل تأكيد إشكالية ليبيا تكمن في تدخل غيرها فيها وإدارة خلافاتهم على الأرض الليبية. لا شك أن نسبة أكثر من 90% من مشاكل ليبيا هي مشاكل قد صدرت إلى ليبيا وإدارة اختلافات فيما بينهم من أجل حاولة اقتسام كعكة أو من أجل العمل على تصدير السيسية كما فعلت مصر. من الواقع العملي ما يجب أن يشار إليها أن الجزائر وقفت بالمرصاد ضد التنين السيسي الذي يحاول خلق مشير من العدم والذي يحاول أيضا إعادة صناعة العسكر أو صناعة الدكتاتورية. المصريون لا يريدون لليبيا إلا أن تكون تحت لوائهم أو أن تكون خادما لهم، خاصة ما بعد أرامكو وتوقيف ما يتعلق بصادرات النفط السعودية إلى مصر. سيسعون وبكل جهد من أجل العمل على استقطاب هذا أو ذاك والعمل على إنجاح مشروعهم في مطامع في ليبيا. مؤكد أيضا أن من المهم جدا أن هؤلاء ربما يصدرون بيانات ولكن لا تنتهي إلا إلى مجرد أوراق ومجرد صداع، لا يجدوا إلى آلية التنفيذ شيئا في الواقع. ما هذا وذاك، من المهم جدا العمل على إعادة ما ترجمة ما يتعلق بالعلاقات إلى أمور واقعية في شكل اتفاقيات الثنائية أو في شكل اتفاقيات ما بين المناطق. نتكلم على واقع فيما يتعلق سواء كان في الهجرة غير الشرعية أو ما يتعلق بالأمور الاقتصادية أو في تسليم المجرمين. من المهم أن يتم تفعيل أيضا ما يتعلق بتسليم المجرمين. هناك مجرمون مطلوبون للعدالة الليبية ويجب تسليمهم سواء في تشاد أو في النيجر أو في مالي أو في مصر وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم. من المهم جدا أيضا أن يعمل عمليا لا أن يكون مجرد أقوال. أفريقيا لا شك مهمة ولكن العمل من أجل ليبيا خلال أفريقيا أكثر من طيب سيد مفتاح لمنوم، يعني إذا كانت التوقعات تصب في أن هذا المؤتمر لن يعطي الإضافة المرجوة لدعم الحل السلمي والسياسي في ليبيا، في اعتبار هذه الحالة هل يجب على ليبيا أن تخرج من تحت مظلة دول الجوار ورعاية المجتمع الدولي والجهود الباحثة عن حل سلمي دائما في إطار الرعاية الخارجية؟ هل هناك سبيل لتصرف محلي ربما يغني عن كل هذه الجهود سواء لدول الجوار أو للمجتمع الدولي؟ نعم، هو لو صبرنا قليلا نحن نرى الكثير من المتغيرات فيما يتعلق بالشأن الليبي. نحن نرى العلاقة بين تركيا والإمارات قد وصلت إلى مرحلة رغمت فيها الإمارات على أن تدفع تعويضات يعني حوالي تريليون إلى تركيا في خلال 20 سنة، وهذه بكل تأكيد ستؤثر على الاقتصاد الإماراتي. والضغوط التركية ربما قد يكون لها تأثير أيضا في أن الإمارات تكف عن تدخلها، وبالتالي نحن نرى الوضع في مصر يترنح الآن. الوضع في مصر وضع سيء، وبالتالي لا أعتقد مصر بإمكانها أن تستمر. إحنا الفرقاء الذين هم في ليبيا الآن أو سبب الخلاف وعدم الوصول إلى حل، هؤلاء يتلقون دعمهم من الخارج. إذا توقف هذا الدعم سيشعروا أن موقفهم ضعيف جدا، وبالتالي لن يكون هم قدرة على أن يناوروا ولن نكون لهم القدرة على أن يستمروا في هذا العناد الذي نراه الآن، وسيروا أنفسهم في نهاية الأمر أنه لا مفر إلا أن يأتوا إلى بيت الطاعة وأن يتعاملوا مع أخواتهم الليبيين وأن يجدوا حل فيما بينهم. عندما تقول الجزائر بإمكان الليبيين أن يجدوا حل فيما بينهم، حل سلمي، نعم تعني هذا، وتعني أن الفرقاء لو توقف الفرقاء في الخارج أو من يدعمون عملائهم في داخل ليبيا لو توقفوا عن هذا الدعم بكل تأكيد سيجد الليبيون حلا. المسألة الآن هي مسألة ألا يتهافت المجلس الرئاسي، ألا يتهافت على حل سريع حتى ليحفظ ما وجهه، وبالتالي سنتورط ربما هناك عناصر جدلية
جدلية ستدخل في الساحة السياسية الليبية ومستقبل الساحة السياسية، وبالتالي يعني هذا يعني باختصار تقول بأن الظروف الخارجية ربما قد تغني مستقبلا عن البحث عن توافقات خارجية لدعم الحل السياسي في ليبيا، وهذا سيوفر مناخ داخلي لإيجاد حل محلي. على كل سيد معلّة، في سياق آخر، الاجتماع من المنتظر أن يناقش التداعيات الأزمة في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار الليبي. يعني إذا ما أخذنا حالة عملية متمثلة في دولة تونس، يعني ما الأضرار المترتبة على دولة تونس نتيجة استمرار الأوضاع المتأزمة في ليبيا الآن، التي ربما يمكن فيما بعد أن تنطبق على كافة دول الجوار الليبي؟ أعتقد أن الأزمة في تونس، الأزمة الأمنية في تونس يعني، والأزمة الاقتصادية أيضا في تونس، من بين أسبابها أو من بين تفاقمها هو الوضع في ليبيا. الآن في تونس ليس هناك تنسيق أمني مع الجهات الليبية حول تحرك الإرهابيين وحول مسك الحدود. الآن تونس تعيش أزمة اقتصادية حادة، وهذا يعود من بين أسباب هذه الأزمة إلى ضعف التبادل التجاري والاستثمارات الليبية التي كانت تتدفق على تونس منذ سنوات. الآن مع ضعف الدينار الليبي وتهاويل مقابل العملة التونسية والعملة الأجنبية، السواح والليبيون والليبيون الذين يأتون ليبيا للاستشفاء وما إلى ذلك تناقص أعدادهم بأعداد كبيرة. كل هذه الأزمات وكل هذا الضعف الذي تجده الدولة الليبية يؤثر مباشرة على الدولة التونسية، إما على المستوى الأمني أو على المستوى الاقتصادي. إذا من مصلحة ليبيا كمصلحة مصر كمصلحة تشاد كمصلحة عديد الدول الأخرى أن تتعافى ليبيا وبسرعة، وخاصة أن تصبح لها سلطة مركزية ولها قوة اقتصادية كما كانت سابقا، على الأقل تعود إلى مستويات 2012 أو 2013. يعني هذا المستويات كانت مستويات معقولة، كانت مستويات ممكن أن ترتقي إلى مستويات أحسن، لكن الآن هذا التدهور الرهيب على المستوى الاقتصادي في ليبيا ثم على المستوى الأمني بعد عملية البناء المرصوص في سرت وهروب عديد الإرهابيين وخاصة منهم التونسيين نحو الحدود التونسية واتجاههم نحو العودة إلى تونس، ويمكن أن يمثلوا يعني خوف شديد لدى الأمن التونسي. طيب، هذه نقطة ذات أهمية سيد معلا، إذا سمحت لي أن أختتم بها مع السيد محمود إسماعيل. يعني السيد إسماعيل، المؤتمر السابق كان دعا السلطات الليبية إلى ضرورة التحرك للقضاء على الجماعات الإرهابية الموجودة في ليبيا. الآن واقع الحال يقول بأن الليبيين تقريبا باتوا قريبين جدا من حسم معركة سرت التي كانت مركزا لتنظيم أو ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة شمال أفريقيا. هل يغير هذا من واقع الحال ومن الافتراضات التي يجب أن تنظم العلاقة ما بين ليبيا ودول جوار ليبيا فيما يخص مكافحة الإرهاب والقضاء على الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة؟ بكل تأكيد علاقات ما يتعلق بمكافحة الإرهاب هي علاقات يجب أن تستمر فيما بين الدول في آليات تبادل المعلومات والعمل على قتال الجماعات الإرهابية. ولكن ما يجب أن يشار إليه ويجب أن يكون واضحا للعيان إن أي جماعة إرهابية يتم قتالها، ولماذا يتم تصدير هذه الجماعات، وكيف تمر عبر حدود آمنة وتصل إلى ليبيا. واقع عملي أن الذين يقاتلون ويقاتلون الذين يقاتلون فيما يتعلق بهذه الجماعات الإرهابية هم أتوا من خارج حدود ليبيا، معظمهم سواء أتوا من تونس ومعظمهم وأيضا من مصر وأيضا من مالي وتشاد وغيرها من الجنسيات. واقع عملي يجب أن تتحمل هذه الدول مسؤولياتها تجاه أبنائها فيما سببوه من عبث وقتل، وعلى الليبيين أن يسعوا أمام الجهات الدولية والقضائية والمحلية في تحمل هذه الدول لمسؤولياتها، كيف تجاوزوا الحدود وكيف خرجوا وما هي المسؤولية المترتبة من الناحية القانونية والقضائية، وأين هناك تعويضات يجب أن تبدل الليبيين دولة وأفرادا وأسرا وإجراءات. لكن سيد إسماعيل، في عجالة واقع الحال يقول بأن الليبيين سمحوا بأن تتحول بلادهم إلى نقطة جذب لتلك العناصر. هل يعني هذا بأن المسؤوليات متقاسمة ما بين كلا الطرفين، أم أنها فقط تأتي على جهة واحدة؟ لا، لم يسمح الليبيون، والليبيون ظلوا يحاولون كفاحهم حتى في ظل تشظي الدولة إلى 4 أو 5
نتكلم على ثلاث حكومات وعلى مجالس تشريعية، وبالمطلق هناك حرب وحرب ضروس على الإرهاب انتصر فيها الليبيون وينتصرون، ويظل الإرهاب عدو الجميع. ولذلك على العالم أن يدعم ليبيا عمليا لا قوليا، لأنه ظل دعمه عبارة عن عبر على أوراق وبيانات يصدرها كوبلر ويصدقها غيره، ثم لا تأتي إلا بالسراب. وصلت فكرتك، وبها نصل المشاهدين إلى ختام حلقة اليوم من خبر وبعد. نشكر ضيوفنا، كان معنا عبر سكايب من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم، وعبر الهاتف من طرابلس الباحث في الشأن السياسي والقانوني محمود إسماعيل، وأيضا عبر الهاتف ولكن من تونس الخبير الجيوستراتيجي غازي معلا. شكر لكم أيضا السادة المشاهدين، في أمان الله.